بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب سجدتي إلى السماء انشقت. قال: حدثنا مسلم ومعاذ بن فضالة قال: أخبرنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه قرأ: إذا السماء انشقت فسجد بها. فقلت: يا أبا هريرة، ألم أرك تسجد؟ قال: لو لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لم أسجد. قال: حدثنا مسلم ومعاذ بن فضالة قال: أخبرنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه قرأ: إذا السماء انشقت فسجد بها. فقلت: يا أبا هريرة، ألم أرك تسجد؟ قال: لو لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لم أسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب سجدت إذا السماء انشقت، أي أن هذا هذه السجدة أو هذا الموضع الذي هو سجود في إذا السماء انشقت أنه من 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 من, من مواضع السجود التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي ثبتت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. سبق أن ذكرته في الدرس الماضي أن سجدات القرآن أجمع على أنه لا أنها لا تزيد على 15، لأنه لا زيادة على 15 في سجود القرآن، وأجمعوا على 10 منها، 10 من هذه 15 مجمع عليها على أنه يسجد فيها، وهي سجدات القرآن متصلة بدون سجدة ثانية في الحج وسجدة الصاد. سجدة القرآن التي مجمع عليها كلها متصلة، وتخللها هاتان السجدتان اللتان هي سجدة ثانية في الحج وسجدة الصاد، والثلاثة التي في المفصل وهي سجدة هذه التي معنا وسجدة النجم وسجدة اقرأ، هذه مختلف فيها، خمس من السجدات مختلف فيها، هاتان الثنتان اللتان تتخلل العشر المجمع عليها وهي سجدة ثانية في الحج وسجدة صاد، ويضاف إلى ذلك السجدات الثلاث في المفصل، فتكون هذه خمس مختلف فيها، مختلف في السجود فيها، ولكن الصحيح أن السجود ثابت فيها كلها، يعني هذه الخمس الصحيح في الخلاف فيها أنه يسجد فيها، فتكون عشر متفق عليها لا خلاف فيها وخمس مختلف فيها، والأدلة دالة على ثبوت السجود في هذه الخمس. وهذه الموضع الذي معنا هو من هذه الخمس التي هي مختلف فيها، والحديث فيها ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة هذا، وهو أنه سجد فيها فقيل له في ذلك فقال: لو لم أكن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد ما سجدت. فدل هذا على ثبوت السجود فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم والحرص على الاقتداء به وفعل ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، فإن أبا هريرة كان يعني لا يقرأها إلا ويسجد، ويخبر بأنه بذلك متبع للرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال: حدثنا مسلم ابن إبراهيم ومعاذ بن فضالة. نعم. عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير اليمامي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من سجد لسجود القارئ.
وقال ابن مسعود لتميم بن حذلم وهو غلام فقرأ عليه سجدة فقال اسجد فإنك إمامنا فيها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته. ثم ذكر بعد ذلك هذه الترجمة وهي باب سجود من سجد لسجود القارئ من سجد لسجود القارئ. القارئ الذي يقرأ القرآن هو الذي يسجد، وإذا سجد يسجد من يستمع له، ولكنه لا إذا لم يسجد لا يسجد المستمع، لأن سجوده إنما هو تبع للقارئ، فلا يسجد المستمع والقارئ لم يسجد، وإنما إذا سجد القارئ يسجد المستمع. ذكر الأثر. وقال ابن مسعود لتميم بن حذلم وهو غلام فقرأ عليه سجدة فقال اسجد فإنك إمامنا فيها. قال ابن مسعود لتميم بن حذلم وكان غلاما وكان يقرأ القرآن وابن مسعود يسمع، فقال له لما جاء عند سجدة لم يسجد فيها قال اسجد فإنك إمامنا فيها، يعني أن كان إمامنا في هذه السجدة إن سجدت سجدنا، لأنه هو القارئ وهو الذي يسجد، وأما المستمع فإنه لا يسجد إلى مسجد القارئ. ثم إن السجود من تبعا للقارئ إذا سجد يكون من المستمع، والمستمع هو الذي يتابع ويتابع القارئ ويستمع له ويتأمل، بخلاف السامع الذي يسمع صوتا من بعيد ولا يعني ولا يستمع له، وقد يكون يتحدث مع غيره لأنه ما تابعه في الاستماع، وإنما فهو يقال له سامع لأنه سمع وذاك استمع. فالمستمع هو المتابع المنصت الذي يتابع القارئ، والسامع هو الذي يسمع الصوت ولا يعني يتابعه، وقد يكون مشغولا بشيء وقد يكون يتحدث مع غيره لأنه ليس بمستمع. أما المستمع هو المنصت الذي يتابعه ويسمع قراءته ويتأمل فيها ويعتبر ويتعظ، فهذا هو الذي يسجد. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه وكان يسمع ويتابع قال اسجد فإنك إمامنا فيها، أي إمامنا في هذه السجدة إن سجدت فسجدنا. ثم ذكر حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته. ثم ذكر حديث ابن عمر وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن فيسجد فيسجدون معه حتى لا يكاد أحد منهم يجد موضعا لجبهته يسجد عليها، لأن المكان ضيق والذي فيه كثيرون، فإذا حصل السجود فإنه يضيق بهم حيث يسجدون، ومعنى ذلك أنهم يسجدون تبعا له وهذا يدل على أن المستمع أنه يسجد تبعا للقارئ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وهم يفعلون يعني معه السجود، وكانوا كثيرين والمكان ضيقا فيشق عليهم السجود أن يطمئنوا في سجودهم وأن يحصلوا يعني مكانا يسجدون فيه على التمام والكمال، فهذا يدل على أن السامع يسجد أو المستمع يسجد تبعا للقارئ، وهذا الحديث يدل على هذا. ذكر أثر ابن مسعود رضي الله عنه الذي أمر أو أرشد من كان يقرأ من الغلمان أنه يسجد وقال أنت إمامنا، وهذا أيضا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه معه الذين كانوا جالسين معه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذه القراءة ليست قراءة في الصلاة،
ليست قراءة في الصلاة، وإنما هي قراءة القرآن في مكان اجتمع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وجماعة من أصحابه كثيرون، فكان يسجد إذا مر بالسجدة ويسجدون معه. والحديث واضح الدلالة على ما ترجمه المصنف، لأن هؤلاء سجدوا معه. وأيضا يعني يستفاد منه، وقد يستفاد منه أن الإنسان يصلي ولو كان على غير طهارة، ولو كان على غير وضوء أنه يسجد، وذلك أن الرسول أن هؤلاء الكثيرين مجتمعون وليس فيه شيء يشعر يدل على أنهم كانوا كلهم على وضوء، فقد يكون أحدهم ليس كذلك، ليس على وضوء، ومع ذلك سجدوا جميعا. قال حدثنا مسدد بن مسرهد عن يحيى القطان عن عبيد الله العمري المصغر عن نافع عن ابن عمر. نعم. يقول هنا أحسن الله إليك، يقول قال ابن بطال أجمعوا على أن القارئ إذا سجد لزم المستمع أن يسجد كذا أطلق. أولا حكاية الإجماع هذه ما في، ليس بصحيح. أقول ليس بصحيح أنه يعني يجب عليهم أن يسجدوا. ايش قال الشارح تعليقا عليه؟ يوسف يقول كذا أطلق، وسيأتي بعد باب قول من جعل ذلك مشروطا بقصد الاستماع. ليس فيه إجماع على أن المستمع، لأن أصل السجود هو مستحب، يعني نفس الإمام أو نفس القارئ يعني لا يلزم السجود، وكذلك هذا أيضا. إلا إذا حملناه أحسن الله إليك لو كنا في الصلاة. نعم، إذا كان في الصلاة يعني لا يخالفه. أقول إذا كان في الصلاة لا يخالف، يعني يبقى واقفا والإمام يسجد حتى يرجع إليه، يعني المأموم يأتم بالإمام ويتابعه، وإذا سجد يسجد. قال رحمه الله تعالى باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة. قال حدثنا باب ازدحام الناس إذا قرأ ازدحام نعم باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة. قال حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ السجدة ونحن عنده فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعا يسجد عليه. ثم ذكر باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة. باب ازدحام الناس يعني في السجود إذا قرأ الإمام السجدة، وأورد في حديث ابن عمر. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة. نعم. فيسجد ونسجد، يعني هذا مثل الحديث الذي قبله لتقدم، يعني كان يعني يقرأ عليه الصلاة والسلام فيسجد ويسجدون معه حتى لا يكاد أحدهم أن يجد لجبهته موضعا يسجد عليه للزحام، لضيق المكان وكثرة الجالسين فيه لأن حال الجلوس تختلف عن حال السجود. المكان يأخذ يعني يتسع لعدد من الجالسين، ولكنه عندما يحصل السجود يضيق بهم، لكون هيئة السجود غير هيئة الجلوس. هيئة السجود تحتاج إلى مكان أوسع من المكان الذي يجلس فيه ومعلوم أن السجود في الأرض يعني يحتاج إلى سعة يتمكن فيها الإنسان من السجود. ولهذا سبق أن ذكرت أن المساجد إنما قيل لها مساجد باعتبار السجود، لأن حالات المصلي أربع حالات، فهو إما قائم في الركوع قبل الركوع وبعده، وإما راكع، وإما ساجد، وإما جالس في التشهد أو بالسجدين. هذه أحوال أربع لا خامس لها، يعني يكون عليها المصلي. وقيل لأماكن العبادة مساجد، ولم يقل لها مراكع ولا مواقف
ولا مجالس، وإنما قيل لها مساجد، لأن الأرض يكون الاستيعاب في حال جلوس فيها يعني أكثر، ولأن وضع أكثر ما يمس الأرض من المصلي أكثر ما يكون في حال سجوده، لأن فيه جبهته ويديه وركبتيه ورجليه، بخلاف الحالات الأخرى الراكع ما فيه إلا في الأرض ما فيه إلا رجليه، والقائم كذلك ما في الأرض إلا رجليه، والذي يكون في التشهد يعني فيه أماكن يعني ركبتيه ورجليه، ولكن يديه ووجهه لا لا, لا 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 يحصل لها مساس في الأرض. فلهذا كان السجود هو الذي فيه استيعاب مساحة من الأرض، فلهذا قيل لأماكن العبادة مساجد نسبة إلى السجود. قال حدثنا بشر بن آدم. بشر بن آدم هو قال الضرير البغدادي. نعم، وهو قال الحافظ بن حجر ليس له في البخاري إلا هذا الموضع، ليس له في صحيح البخاري إلا هذا الموضع. نعم. عن علي بن مسهر. نعم. عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. نعم. يقول الأخ: أليس في هذا الحديث دليل على عدم اشتراط القبلة فكل يسجد بحسب ما تيسر؟ لا، ما في دليل أبدا، ليس فيه دليل، بل يعني استقبال القبلة سهل وكل يتجه إلى القبلة، ولا يسجدون هذا يعني في جهة وهذا في جهة، فيكون في مكان واحد يتجهون إلى عدة جهات، وإنما الاتجاه للكعبة وللقبلة. وسيأتي أن الإنسان يعني يسجد متجه إلى القبلة إلا إذا كان راكبا، معلوم أن الراكب يعني يتجه إلى غير القبلة حتى في النوافل، وأما بالنسبة للفرائض فإنه ينزل ويصلي على الأرض، لا يصلي وهو راكب، وإنما يستقبل يصلي إلى غير القبلة إذا كان راكبا. وقد جاء أنه يبدأ أولا باتجاه القبلة ثم يتجه حيث يريد، تتجه به راحلته حيث يريد، مستقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود. وقيل لعمران بن حسين رضي الله عنهما: الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها، قال: أرأيت لو قعد لها كأنه لا يوجبه عليه. وقال سلمان رضي الله عنه: ما لهذا غدونا. وقال عثمان رضي الله عنه: إنما السجدة على من استمعها. وقال الزهري: لا يسجد إلا أن يكون طاهرا، فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة، فإن كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك. وكان السائب بن يزيد رضي الله عنه لا يسجد لسجود القاص. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني أبو بكر بن أبي مليكة عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي قال أبو بكر: وكان ربيعة من خيار الناس، عما حضر ربيعة من عمر ابن عما حضر ربيعة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر رضي الله عنه. وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء. ثم ذكر بعد ذلك باب من لم يرى أن الله عز وجل لم يوجب السجود. باب من لم يرى من رأى باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود، يعني أن السجود التلاوة ليس بواجب، وإنما هو مستحب، من أتى به فقد أصاب وأحسن، ومن لم يأتي به فإنه لا إثم عليه، ومن لم يأتي به فإنه لا إثم عليه، يعني فهو ليس بواجب،
لأن قول عمر رضي الله عنه من لم يأتي فلا إثم عليه يدل على وجوبه, ويعني كون قوله من سجد فقد أصاب يعني أنه من قبيل المستحبات وأنه قد أتى بأمر مستحب يؤجر عليه ويثاب عليه, لكن ذلك ليس بواجب. قال في الأول الآثار. وقيل لعمران بن حصين الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها قال أرأيت لو قعد لها كأنه لا يوجبه عليه. يعني هذا الأثر عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه فيه أنه قيل له الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها. الرجل يسمع السجدة يعني يسمع القارئ يقرأ ويعني يسجد ولم يعني يجلس لها, يعني لم يسجد يعني كما فعل هذا القارئ. فقيل أرأيت إن قعد أرأيت لو قعد لها يعني كأنه يعني لا يوجب ذلك عليه, يعني له أن يسجد وله أن لا يسجد, له أن يسجد وله أن لا يسجد, وهذا معلوم في غير الصلاة. وأما في الصلاة فإنه يتابع الإمام, إذا سجد يسجد معه. وأما كونه يعني يسمع قارئا يقرأ فقد يكون مستمعا وقد يكون سامعا, وهذا الذي جاء عن عمران كأنه كان سامعا وكان مارا وأنه سجد يعني ذلك القارئ فلم يسجد معه, فقيل له في ذلك قال أرأيت إن قعد لها يعني إن رأيت إن قعد ولم يسجد أو أنه قعد ولم يسجد, يعني هذا يبدو والله أعلم أن هذا هو معناه. قال أرأيت إن قعد لها يعني يخالف يعني ذلك, أن الأمر في ذلك واسع, إن سجد وإن لم يسجد, إن سجد فله أن يسجد وإن لم يسجد فله ذلك. وهذا يعني يكون كأنه من قبيل السماع وليس من قبيل الاستماع, ليس من قبيل الاستماع الذي هو جالس يسمع, وإنما كان مرة وسمع القارئ وهو يسمع القارئ يقرأ وسجد ولم يسجد معه. نعم. وقال سلمان ما لهذا غدونا. وقال سلمان الفارسي رضي الله عنه ما لهذا غدونا, يعني ما كان يعني قصدهم أو جاءوا يعني قصدهم أن يسجدوا أو أن يستمعوا, فهذا السجود الذي قد حصل ليس بلازم للإنسان, وإذا كان مستمعا وكان قاصدا للاستماع فإنه يشرع له أن يسجد مع القارئ كما مر في الذي عن مسعود أنه قال للغلام اسجد فأنت إمامنا, اسجد فأنت إمامنا. قال ما لهذا غدونا. وقال عثمان رضي الله عنه إنما السجدة على من استمعها. وقال عثمان رضي الله عنه إنما السجدة على من استمعها, يعني غير القارئ إذا كان مستمعا هو الذي يسجد, لأنه مثل القارئ يتابع القارئ ويستمع القارئ ويتأمل ويفكر ويتذكر ويتأمل, فهو مثل القارئ متابع له منصت مصغي, فهذا هو الذي يسجد. وأما إنسان يعني ليس بمستمع وإنما هو سامع يسمع الصوت وهو مشغول فلا يسجد إذا جاء السجود, ولهذا قالوا يسجد المستمع ولا يسجد السامع, يسجد المستمع ولا يسجد السامع, وهذا هو مقتضى كلام عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الأثر اللي جاء عن عثمان يدل على أن الاستماع أن السجود لغير القارئ تبعا له إنما هو من المستمع وليس من السامع. وقال الزهري لا يسجد إلا أن يكون طاهرا. وقال الزهري لا يسجد إلا أن يكون طاهرا, لا يسجد إلا أن يكون طاهرا, يعني معنى ذلك أن من كان يسمع القرآن ومن قارئ يتلوه سواء كان مستمعا أو سامعا لا يسجد إلا إذا كان على وضوء, إلا إذا كان على وضوء. وقد عرفنا فيما مضى أن القول الذي يعني عن مسعود رضي الله عنه
عن ابن عمر أو كذا الذي قال فيه لا يسجد إلا على غير يسجد على غير وضوء. في بعض النسخ أكثر النسخ والتي شرح لها الحافظ حجر على غير وضوء، وفي النسخة التي هي موجودة في الفتح على وضوء. فهو كلامه هذا معنى ذلك أنه لا يسجد إلا إذا كان على وضوء، والصحيح أنه يسجد على غير وضوء ولو كان على غير وضوء. وقد مر بنا الحديث الذي فيه أنهم كانوا يزدحمون، وليس معنى ذلك أنهم كلهم كانوا على وضوء لأنهم ما تهيئوا لذلك. نعم. يقول لا يسجد إلا أن يكون طاهرا، فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة، فإن كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك. وهذا يفيد بأن الإنسان إذا كان في حضر وحصل القراءة فإنه يستقبل القبلة، وأما إذا كان راكبا فحيث كان وجهه. وكذلك في السفر إذا كان الإنسان جالس ويقرأ القرآن يستقبل القبلة لأنه جالس في الأرض، أما الراكب فإنه مثل المتنفل الذي يصلي نوافل، وحتى الوتر فإنه يوتر على راحلته، وإنما الذي يمنع منه أن يكون ذلك في الفرض، فالفرض فإنه ينزل ويصلي مستقبل القبلة، وأما إذا كان راكبا فإنه وكان متنفلا فإنه يصلي حيثما توجهت به راحلته. فكذلك السجود، سجود التلاوة. وكان السائب بن يزيد لا يسجد لسجود القاص. وكان السائب بن يزيد لا يسجد لسجود القاص، يعني سجود القاص، القاص هو الذي يقص على الناس، يأتي بالعبر والعظات والأشياء المرققة للقلوب، يعني لا يسجد لسجود القاص، يعني فكأنه كان يعني مستمعا سامعا وليس مستمعا، فكان لا يسجد لسجود القاص. نعم. حديث عمر. نعم. نعم. المتن. قال عن ربيعة بن عبد الله بن الهذيل التيمي قال أبو بكر وكان ربيعة من خيار الناس، عما حضر ربيعة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال أقرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال يا أيها الناس إنما نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه، ولم يسجد عمر رضي الله عنه. وهذا يدل، وهذا الحديث يدل على يعني هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه، يدل على أن الإنسان الذي يقرأ القرآن له أن يسجد وله أن لا يسجد، له أن يسجد وله أن لا يسجد، لأن عمر رضي الله عنه على المنبر وكان يخطب في يوم الجمعة وكان يقرأ سورة النحل حتى جاء عند السجدة التي فيها فنزل وسجد وسجد الناس، ثم إنه رجع إلى خطبته وأكملها. وفي الجمعة الثانية قرأ يعني هذه السورة حتى جاء عند السجدة، وكأن الناس متهيئين كانوا متهيئين لأن يسجدوا لأن ذلك حصل في الجمعة السابقة، فتكلم عند هذا وقطع قراءته وقال إن السجود يعني إنه ليس بلازم وأن ولم يسجد في هذه المرة أو في هذه الخطبة التي خطبها، ودل ذلك على أن السجود يعني مستحب وليس بواجب وليس بمتحتم، وأن له أن يسجد وله أن لا يسجد، ولهذا قال من سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه، من سجد فقد أصاب يعني فعل الأمر المستحب، ومن لم يسجد فإنه يعني لا إثم عليه. عزمتم. قال عن ربيعة بن عبد الله بن الهذيل التيمي قال أبو بكر وكان ربيعة من خيار الناس، عما حضر ربيعة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني عما حضر هذا متعلق بأخبرني الذي يقولها ابن جريج قبل ذلك، أخبرني فلان عن فلان فيما حضر ربيعة
عمر رضي الله عنه، نعم، أو عما حضر ربيعة عمر رضي الله عنه وهو يخطب، نعم. قال قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل. نعم. نعم. الآن القراءة على المنبر. نعم يدل، هذا يدل على القراءة، على قراءة القرآن على المنبر، لأن القرآن هو أعظم زاجر وأعظم واضع واضع واعظ، يعني ف يقرأ كما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جاء أنه كان يقرأ وقاف يعني في الخطبة، فيعني وعمر رضي الله عنه قرأ في جمعتين يعني بالقرآن كما جاء في هذا الأثر عنه رضي الله عنه، نعم، فيدل على أنه يقرأ شيء من القرآن في الخطبة. حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس. وهذا إذا كان المنبر يعني ما يتسع للسجود، إذا كان المنبر الذي يقف عليه يتسع للسجود يسجد عليه، يسجد عليه، وإذا كان لا يتسع للسجود فإنه ينزل ويسجد في الأرض. حتى إذا كان الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال يا أيها الناس إنما نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر رضي الله عنه. زاد نافع بن عمر أن قال إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء، يعني لم يفرض السجود أنه يعني لا يلزم الإنسان يسجد، وإنما ذلك يرجع إلى مشيئة الإنسان، إن أراد أن يسجد سجد وإن أراد لا يسجد لا يسجد، يعني فإنه ليس بفرض، وإنما هو يعني يرجع إلى مشيئة الإنسان، إن شاء أن يسجد فله أن يسجد وإن شاء لا يسجد فله أن لا يسجد. قال حدثنا إبراهيم بن موسى، نعم، عن هشام بن يوسف، نعم، عن ابن جريج، نعم، عن أبي بكر بن عبد الملك بن جريج، نعم، عن أبي بكر بن أبي مليكة، نعم، عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي، نعم، عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي عن عمر، نعم، يعني عثمان بن عبد الرحمن وربيعة، ربيعة بن عبد الله، ربيعة بن عبد الله، ذكر الحافظ بن حجر أنه ليس لهم في البخاري إلا هذا الموضع، ذكر الحافظ بن حجر أنه ليس لهم في البخاري إلا في إلا هذا الموضع، نعم. قال رحمه الله تعالى باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها. وهذا الحديث الذي أو هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه يعني يدل على أن 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 أن, أن, أن ال 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 القارئ أو أنه له أن يترك السجود، دليل على أن السجود ليس بواجب وأنه له أن يتركه. ويدل لذلك كما ذكر الشيخ عبد العزيز رحمه الله في التعليق على فتح الباري، قال إن أصرح من هذا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديثين السابقين في قراءة زيد بن ثابت، وأنه لم يسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأمر زيد بن ثابت أن يسجد، فدل هذا على أن السجود ليس بلازم. يقول الأخ هل نقول بأن قراءة السور على المنبر يوم الجمعة يعتبر من السنن المهجورة في هذا الزمان؟ لا شك أن كثير من الناس لا يعني لا يأتون بذلك، ولكن يوجد يعني من الناس من يفعل، وفيهم من يأتي بسورة قاف ويقرأها في يوم الجمعة، ولا شك أنها يعني استعمالها يعني يعتبر قليل، نعم، والمقصود من ذلك الشيء الطويل، وأما كونه يأتي بآية فهذا في الغالب يأتون بشيء من القرآن، بعض الخطبة يأتون في آخر الخطبة الأولى يأتي بشيء من القرآن يعني آية أو آيتين، وأما القراءة المطولة أو الشيء الكثير نعم هذا يعني نادر حصوله أو قليل حصوله، نعم. قال رحمه الله تعالى باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثني بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت ما هذه؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. ثم ذكر باب
من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها. من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها، يعني من قرأ سورة فيها سجدة وسجد. وأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد مر الحديث قبل ذلك، ولكنه ذكر هنا أنه كان أن ذلك في صلاة العشاء، أنه قرأها في صلاة العشاء، وأنه سجد فيها، وأنه سئل فقال أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، فأنا لا أزال أسجد كما حتى ألقاه، يعني حتى يعني في حياته كلها لا يزال يسجد اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم. لكن ليس معنى ذلك أن هذا لازم وأن هذا واجب، وإنما هو من الحرص على فعل الأمور المستحبة والأمور التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم تكن واجبة متحتمة. عند الحديث قال أبو رافع: صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد فيها حتى ألقى. فلا أزال أسجد فيها. يعني نعم، جاء بها وفيها، جاء بها وفيها في الحديث في الأصل، قال بها، قال الأول إيه؟ لا نفس هذا اللي معنا. هذا حديث اليوم. إذا قلت ما هذه؟ قال سجدت بها. نعم سجدت بها. قال أسجد فيها. أنا قال فيها. نعم. والباء تأتي بمعنى الظرفية مثل في، وهذا كثيرا في اللغة وكثيرا في القرآن. يعني القرآن ورد فيه مواضع كثيرة فيها ذكر الباء بمعنى في، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. وكذلك في سورة سورة الصفات، وبالليل يعني وفي الليل. وكذلك فإذا هم بالساهرة، يعني في الساهرة بالوادي المقدس في الوادي المقدس. فتأتي الباء بمعنى في، تأتي الباء بالظرفية بمعنى في مواضع كثيرة من القرآن. وهذا الذي جاء في هذا الحديث فيه ذكر الموضعين في وسط الحديث، أنه قال سجد بها يعني فيها، وهذا قال أسجد فيها. قال حدثنا مسدد عن معتمر بن سليمان عن أبيه أبو سليمان بن طرخان التيمي عن بكر ابن عبد الله المزني عن أبي رافع نفيع الصائغ عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من لم يجد موضعا للسجود من الزحام. قال حدثنا صدقة قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ السورة التي فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته، حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته. نعم. ثم قال: بابه من لم يجد موضعا للسجود من الزحام. باب من لم يجد موضعا للسجود من الزحام، يعني بسبب الزحام، من الزحام يعني بسبب الزحام. وأورد في حديث ابن عمر الذي مر قبل ذلك في موضعين، يعني في يعني أورده في سجود التلاوة في موضعين قبل هذا الموضع، وفيه يعني ذكر أنهم لازدحامهم لا يكاد الإنسان يجد مكانا لموضع جبهته بسبب الزحام الذي قد حصل في ذلك المكان الضيق، وهم كثيرون لا يستوعبهم المكان إذا سجدوا، وإن كان يستوعبهم وهم جالسون، يستوعبهم وهم جالسون ولا يستوعبهم إذا سجدوا، فيكونون بذلك مزدحمين حتى لا يجد أحد. ويعني قول حتى لا يجد أحد، إما أن المقصود به المبالغة حتى لا يكاد، وإن كان حصل يعني بينهم التضاغط وأن بعضهم يضغط بعضا ويلتحم بعض ويلتحم ويلتصق ببعض،
أو أنه لا يعني يجد مكانا. ولهذا ذكر الحافظ بن حجر أن العلماء اختلفوا في مثل هذه الحالة، هل يسجد على ظهر إنسان أو أنه ينتظر حتى يرفع ثم يسجد. وذكر أن بعض العلماء قال بأنه يسجد على ظهر إنسان، وقال إن الجمهور على أنه يعني لا يفعل ذلك، وإنما إذا رفع الذي سجد يسجد يعني يسجد بعده. قال حدثنا صدقة، صدقة ابن الفضل المروزي، عن يحيى القطان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. هذه المسألة الأخيرة، أحيانا حتى لو قاموا من السجود ما يجد الإنسان موضع للسجدة، يعني مما يحصل ازدحام في أيام الحج وفي الروضة في أيام رمضان، حتى لو قام الذي سجد أمامك ما تجد موضع للسجدة. لا يمكن يعني بين اثنين، أقول بين اثنين يعني ما يكون يعني اللي يعني هذا يكون بين اثنين، يعني يمكن أن يعني يحصل بأن يجعل رأسه بين اثنين. الحافظ أورد الحديث، هل يصح ولا لا يصح؟ أي قال: وقع في الطبراني من طريق مصعب بن ثابت عن نافع في هذا الحديث أن ذلك كان بمكة لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم، وزاد فيه: حتى سجد الرجل على ظهر الرجل، وهو يؤيد ما فهمناه عن المصنف. ما أدري عن ثبوت هذا عند الطبراني، لا أدري. ثم قال: والذي يظهر أن هذا الكلام وقع من ابن عمر على سبيل المبالغة في أنه لم يبق أحد إلا سجد، وسياق حديث الباب مشعر بأن ذلك وقع مرارا، ويحتمل أن تكون رواية الطبراني بينت مبدأ ذلك، ويؤيده ما رواه الطبراني أيضا من رواية المسور بن مخرمة عن أبيه قال: أظهر أهل مكة الإسلام، يعني في أول الأمر، حتى إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ السجدة فيسجد، وما يستطيع بعضهم أن يسجد من الزحام، حتى قدم رؤساء أهل مكة وكانوا بالطائف فرجعوهم عن الإسلام. ولا ندري عن ثبوت هذا أيضا. يقول: نحن لم نشترط الطهارة في سجود التلاوة، سواء كان عليه حدث أصغر أو أكبر أو يفرق بين الحدثين. الذي يظهر أن نعم، لكن ذكر أظن الحافظ بن حجر ذكر في هذا أنها في أشار إلى هذا إذا يكون طاهر، لكن يقول لا يكون طاهرا الحديث اللي مر بنا آخر شيء إيش؟ لا قبل هذا في اللي قال طاهرا أول الأمس اللي مر، لا اليوم الأمس. اليوم هذا كلام الزهري هذا وش هو قال إيش؟ لا يكون طاهرا، شوف كلام الحافظ، لأنه ذكر عند هذا يعني تفصيل الشرح. قال الزهري: لا يسجد إلا أن يكون طاهرا. شوف الشرح. قيل، يقول حافظ: قيل ليس بدال على عدم الوجوب، لأن المدعي يقول علق فعل السجود من القارئ والسامع على شرط وهو وجود الطهارة، فحيث وجد الشرط لزم، لكن موضع الترجمة من هذا الأثر قوله: فإن كنت راكبا فلا عليك، حيث كان وجهك، لأن هذا دليل النفي، والواجب لا يؤدى على الدابة في الأمن. ما ذكر شيء بعد هذا؟ لا. في موضع الأول كان ابن عمر رضي عنهما يسجد على غير وضوء. قال: وأما ما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن الليث عن نافع عن ابن عمر قال: لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر، فيجمع بينهما بأنه أراد بقوله طاهر الطهارة الكبرى، أو الثاني على حالة الاختيار والأول على الضرورة. الأول اللي هو كونه يعني طهر كبرى،
يعني على الضرورة. وقد اعترض وذلك على الاختيار. نعم. وقد اعترض ابن بطال على هذه الترجمة فقال إن أراد البخاري الاحتجاج لابن عمر بسجود المشركين فلا حجة فيه لأن سجودهم لم يكن على وجه العبادة، وإنما لما ألقى الشيطان في آخر كلامه. لكن كذلك إذا قلنا المشرك نجس، نجاسة أعظم من لا شك يعني، لكن يعني الطهارة يعني سجودهم ليس سجود عبادة. نعم، لكن المسلم يعني سجوده سجود عبادة، لكن ما في شيء يدل على لزوم الطهارة. طهارة الصغرى لقى الكبر كذلك ترون. والله اللي هو الظاهر يعني ضرورة هذه، إذا أراد يسجد يعني سجد يعني كان على سبيل الضرورة. يعني خاصة مثل ما ذكرنا أنكم في كل الراجح في المرأة الحائض تقرأ من غير مس. أين؟ فإذا مرت قرأت الآيات السجدات هنا تسجد. نعم، هو الذي يقول يعني لا يشترطه الطهارة. يقول هل من السنة إذا قرأ قارئ السجدة ولم يسجد أن يقال له أسجد فأنت إمامنا فيها كما قال ابن مسعود رضي الله عنه؟ يمكن، أقول لا بأس بهذا، يعني يكون الإنسان قد يكون أنه غير متنبه، وكذلك يعني إذا نبه وسجد وقال يسجد يمكن لا بأس بذلك، أي مانع يمنع من هذا؟ وقد يكون غير متنبه فيتنبه. يقول كنا مرة يعني مع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله جالسين في مجلس يعني ناس كثيرين جالسين، وكان يقرأ عليه أحد القراء في سورة النمل، فجاء عند السجدة يعني الشيخ عبد العزيز بن باز قال له اسجد، فسجد ونزل الناس من الكراسي من الكراسي اللي هم عليها وسجدوا في الأرض متجهين للقبلة. ما في ذاك السؤال اللي يقول كل يتجه على حيث يريد. سبحان الله. يقول أحسن الله إليكم، سجد الإمام في هذا المسجد وبعض الناس ظل قائما حتى عاد الإمام ثم تابع الإمام حتى انتهت الصلاة، فهل صلاة هذا الرجل صحيحة؟ صحيحة، سجد تلاوة ما يعني ما دام أنه يعني ما تنبه يعني وما يعني ما عرف أنه سجود ظن أنه ركوع فيعني أو أنه ركع وقام يعني ما في بأس، يعني لا يقال أنه يعني أن صلاته غير صحيحة، بل صلاته صحيحة. أحسن الله لك قولنا أن لكن كونه يخالفه أو يتعمد مخالفته يعني هذا لا يجوز، لكن هل تصح هل يقال أن صلاته لا تصح؟ الذي يبدو أنها صلاة صحيحة لكن خطأ كون لم يتابعه. قولنا أن السامع لا يسجد وإنما المستمع، هل هنا المراد لا يشرع له السجود أو لا يجب عليه السجود؟ الوجوب ما في وجوب أصلا، لا يستحب له السجود. نعم، يعني الوجوب ليس بواجب، لكن يعني معنى ذلك أنه لا يستحب له. أما المشروعية لو فعل سامع مر وشاف الناس ساجدين وسجد معهم، والله إذا فعل ذلك يبدو أنه لا محذور في ذلك، لكن كونه يصير عن استماع وعن متابعة هذا هو الأصل. يقول هل ابن بطال رحمه الله يعتد بخلاف الظاهرية؟ لا أدري. يقول إذا جلست في موضع أسمع فيه الأغاني وأنا غير متعمد للاستماع وأنكرت ذلك بقلبي فهل أعد مستمعا لها وأثم على ذلك؟ إيش السؤال؟ إذا جلست في موضع أسمع فيه الأغاني وأنا غير متعمد للاستماع وأنكرت ذلك بقلبي. لا، أنكر بلسانك، أقول لك بلسانك لا تكتري بالقلب، لأنك متمكن من هذا. يقول قلت لصديقي أساعدك من أجل الله، فقال لي شخص من طلبة العلم قل لوجه الله. يبدو أنه لا بأس بذلك، من أجل الله يعني لله عز وجل، يعني من أجل التقرب إلى الله عز وجل لا بأس بذلك، وإذا قال لوجه الله أحسن، لكن من أجل الله ما في بأس أبدا.
يسأل عن كيفية السجود للتلاوة، هل يأتي به الإنسان من قيام؟ إذا كان قائما يكون عن قيام، وأما إذا كان يمشي فإنه يقوم عن قيام، وإذا كان جالس ما يقوم، يسجد عن جلوس، عن الحالة التي هو عليها، يسجد على الحالة التي هو عليها، إن كان قائما سجد عن قيام، وإن كان جالسا سجد عن جلوس. يقول إذا كان جالسا متربعا فهل يفترش ثم يسجد؟ إذا كان متربعا جالس يقرأ ومتربع، أيوة، فهل يسجد وهو عن حالة التربع أو يفترش ثم يبدأ ينزل في السجود؟ لا، يعني كما هو معلوم حالة حالة التربع ما يتحقق فيها السجود على الأرض، يعني هو يقرأ وهو متربع وهو إيه؟ السجدة ينزل براسه، لا مو بس لا يسجد على الأرض، ما يسجد براسه، إيه ينزل براسه، إيه لكن ما راسه يعني ما يكاد يصل الأرض إذا كان متربع، وإنما كهيئته كهيئة الجالس في التشهد والجالس يعني في السجود، يعني يكون على هذه الهيئة، يسجد على هذا، يعني يسجد على يديه ورجليه وركبتيه وأنفه، هذا هو السجود. أما ذاك السجود هذا بالإيمان، الإنسان الذي يعني يصلي وهو جالس في حال قيامه يكون متربعا، ولكنه في حال السجود يكون على هيئة الساجد، ما يكون يعني يسجد بالإشارة. يقول هل يصح تأخير السجود سجود التلاوة؟ هل يصح تأخير السجود عن التلاوة؟ يعني يمر به آيات سجدة أكثر مرة يأخرها في آخر المجلس؟ لا، السجود عند 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 موضع عند موضع السجود عند موضع السجدة، يعني ما يأخر سجدات ثم بعدين يسجد عدة مرات في الآخر بعدد المرات التي سجد جاء فيها السجود أبدا، وإنما في نفس الوقت يسجد، يعني عندما يأتي السجدة يسجد ثم يقوم ويواصل القراءة، أما كونه يجمعها في الآخر كلها هذا لا أعلم شيئا، لا أعلم لهذا أصلا أو شيء يدل عليه. يقول إذا دخلت، هذا يبغي مثل الطواف، الإنسان يطوف عدة يعني أسباع فيعني يجمعها ويروح يسجد يصلي في الآخر بعددها، هذا سائق، لكن هذا يختلف، هذا في شيء يعني يحتاج إلى السجود عند موضعه. يقول إذا كان من يقرأ علي القرآن امرأة فهل أسجد تبعا لها فهي إمامي؟ والله ما أستطيع أقول شيء في هذه، لأن المرأة لا تكون إمام، ليست يعني ممن يكون إماما للرجل، المرأة تأم النساء والرجل يأم الرجال والنساء، ولا تأمه امرأة وإنما هو يأمها، ويعني أما كونها يعني كونها أمرها بالسجود تسجد أو تسجد يسجد معها فتكون إمامة، ما يظهر لي فيها شيء. يقول بارك الله فيكم، إذا دخلت المسجد وجلست على كرسي ولم أصلي ركعتي التحية هل هذا يدخل في النهي؟ نعم يدخل، لأن الجلوس على الكرسي جلوس، يعني كونه جلس على كرسي أو جلس في الأرض كل ذلك قال جلوس، يصلي ركعتين ثم يجلس على الأرض أو على الكرسي، إلا إذا كان يعني أنه يعني كان يعني راكب في عربة وكذا، يعني فإنه أيضا كذلك مثل يعني أقول يصلي كما يفعل الصحيح الذي هو قائم ويصلي ثم يجلس، فإنه يصلي على هذا الكرسي الذي هو عليه والذي الكرسي المتحرك الذي يصلي عليه، فيصلي ولا يترك تحية المسجد. طبعا تحية المسجد هذه ليست بواجبة، الجمهور على أنها مستحبة، لكن ينبغي الإنسان يحرص عليها ولو كانت مستحبة. يقول فضيلة الشيخ، هل لحصر الدعاء بعدد الأربعين دليل؟ حيث سمعت بعض الدعاة يقول بأنه تتبع عدد الأربعين في القرآن فاستنبط أن من دعا بدعاء أربعين مرة أجيب دعاؤه،
وقد جرب هذا الشيخ وأجيب واستجيب له. ليس لهذا أساس، هذا شيء لا أساس له، وهذا من التكلف. ويكفي أن الإنسان يعني يبحث عن النصوص وما دلت عليه من الأعداد المشروعة فيأتي بها، أما أن يتكلف مثل هذه التكلفات ويقول أنه جرب وأنه تتبع وأنه يعني دعا فاستجيب له، هذا من الفتنة والاستهان، يعني في كون الإنسان يأتي بشيء على خلاف النصوص ثم يدعو إليه ويقول أنه مجرب، فيكتفى بما ثبت وبما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالأعداد، ولا يتكلف الإنسان مثل هذه التكلفات. أحسن الله إليك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: التكفير المطلق كالوعيد المطلق. التكفير المطلق كالوعيد المطلق لا يستلزم تكفير المعين، فما معنى هذا الكلام؟ أين يوجد هذا الكلام؟ في أي مكان من كلام شيخ الإسلام؟ ذكر مكانه؟ لا. معلوم أن التكفير يعني يأتي مطلقا ويأتي خاصا، والإنسان إذا حصل منه ما يستوجب الكفر ويعني قامت عليه الحجة إذا كان من الأشياء الخفية ثم أصر فإنه يحكم بكفره. أما الأشياء التي هي واضحة ولا تحتاج إلى إقامة حجة مثل سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ما يقال أن هذا ما قامت عليه حجة وأنه يحتاج إلى أن يقام عليه حجة، لأن هذا الذي هو سب الله عز وجل سب الرسول صلى الله عليه وسلم ما يحتاج إلى أن يقال تقام عليه الحجة، أن سب الله ما يجوز. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.